حضرتك سألت مباراة الجون كانت مباراة مهمة ريبورتينج جي فور يو ديسبايت مباراة مع صدر مباراة الزمالك هناك، فأنت يعني فكرة هل هنا وهناك عشان خاطر التعادل ممكن يفوز الأهلي هنا وتعادل الزمالك هناك ممكن يكون لسه منافسة في الدوري، هو ده يمكن اللي خلى لعيبة الأهلي مستعجلين في الشوط الأول. Okay. Okay. The question maybe was stressed a little bit because we are following the result of the Malik in the same time that he was playing the same cast. Maybe because of that was hurrying to score. Maybe we can keep hoping to win the title. I did not know. هو سؤال الأستاذ بيقول فكرة إن الزمالك بيلعب في نفس الوقت مع الأهلي والأهلي برضه متمسك بالأمل، يمكن ده حط ضغط على لعيبة الأهلي فبيلعبوا هم قلقانين فده بقى في زي بريشر في ضغط على لعيبة. I have so much experience in this game you don't have to follow what the opponents are doing. أنا عندي خبرات كبيرة في نوعية الماتشات دي، المفروض ما نتابعش الخصم أو المنافس بيعمل إيه. You follow your game. عادة في الماتشات زي دي بتركز مع ماتشك أنت بس. This match was never in our, the at this point in time the dowry was no longer in our hands. زي ما في الوقت الحالي الدوري مش في ايدينا، so we focused on our game. فركزنا في ماتشنا احنا بس، مالناش دعوه بماتش. اتفضل اتفضل. بالنسبه للاهداف اخطاء دفاعيه كونسيدرينج ذا جولز يو كان سي فروم مفيش المان تو مان مع الدفاع، وي دونت هاف بروبر ماركينج فور ذا مان تو مان فروم ذا ديفنس، وي هاف بروبلم ذا ديفنسيف بارت. طب ده سؤال يعني The last games we conceded many games because of the bad marking of man-to-man marking for the defenders. We have made mistakes. طب السؤال برضه عشان ما سمعوش، بيقول لك الماتشات الاخيره كده دخل فينا اهداف كتير كالنادي الاهلي عشان في رقابه راجل لراجل دي كانت بنعملها بشكل سيء فبيدخل فينا اجوان. And we have made very good things. ارتكبنا اخطاء بس عملنا حاجات كويسه كتير برضه. We accept our mistakes. احنا نتقبل الاخطاء اللي عملناها، بنعترف بالاخطاء اللي احنا عملناها. But after the season we had. بعد الموسم الطويل اللي احنا لعبناه، الموسم اللي احنا لعبناه وقدناه، we were somewhere somehow we lost the legs at the towards the end. Didn't have enough energy. في الاخر مفيش طاقه بقى، بشكل او اخر خلاص فقدنا الطاقه، تعبانين، لعيبه مرهقه. We were a little bit tired. ومنهكين ومتعبين في اخر الموسم. We are human beings. واحنا طبعا بني ادمين في الاخر. You must know this past 10 months. من 10 اشهر دلوقتي بنلعب. We won the dowry. كسبنا بطولة الدوري. We won the Egyptian Cup. كسبنا كأس مصر. We've won the Super Cup. كأس السوبر. We've won 2 Champions League. سوبر أفريقيا يعني، واثنين بطولة أفريقيا. And we won the medal for Africa in the World Cup. وميدالية برونز خدناها لأفريقيا في كأس العالم للأندية. Against teams like Bayern and Palmeiras. لعبنا فرق كبيرة زي بايرن ميونخ وزي بالميراس. And we have had players, 5 players going to the Olympic Games. وعندنا برضو خمسة من اللاعب المقابل الفريق بتاعنا راحوا المنتخب الأولمبي لعبوا لو تلعبوا أولمبيين. And we have had more players than any other team in the Egyptian national team. وفي المنتخب الوطني لعبت الأهلي أكتر من لعيبة أي نادي تاني. Same as with the Olympic game. برضو المنتخب الأولمبي فيه لعيبة من الأهلي أكتر من أي نادي تاني. And we've played many games. ولعبنا ماتشات كتيرة برضو في الدوري. We've been to South Africa. ولعبنا في جنوب أفريقيا. We've been to Sudan. ورحنا السودان لعبنا في جنوب أفريقيا. We've been to Kinshasa. ورحنا كينشاسا. We've been to Qatar 2 times. ورحنا قطر مرتين. We've been everywhere. ورحنا في كذا حتة لفينا كتير لعيبة. At the end of the day. وفي الآخر طبعًا. After all this that I've mentioned. بعد كل الحاجات اللي قلتها لكم دي. We were a little bit tired. طبعًا طبيعي إن إحنا تعبانين شوية ده شيء. But we fought for the dowry. لكن حاولنا. And we never gave it away. وسبناش ما نسع ما يعني ما سبناش الأمل ما. And فضلك بعد. And we will come back. بقول حقيقة احنا يعني ما فرطناش الامل فينا لغايه اخر دقيقه بنحاول في الدوري، واحنا برضو هنرجع تاني ان شاء الله. النادي الاهلي it's a good team. النادي الاهلي فريق كبير. It's a good team, it's a big team. فرقه كويسه، فرقه كبيره. We feel the pain. حاسين بالالم طبعا، حاسين بالالم. But if you look back, لكن لو تبص ورا you can say we have done a good job. لا احنا عملنا شغل كويس جدا، انجزنا حاجات كتير كويس. Last 10 months we've done. اخر 10 شهور انجزنا حاجات كتير. We don't want to lose. بس طبعا نفقد لقب الدوري برضه، بس هو انجزنا حاجات كتير. نادي الاهلي is a good team. نادي كويس، نادي كبير. Look at the cups. شوف الكؤوس والحاجات اللي انجزت اللي حققناها. اوكي؟ السؤال الاخير هنا. يا فندم شاذ محمود. شاذ محمود بيت الوطن. رقم
رغم ضياع الدوري ولكن كابتن محمود الخطيب اصر ان هو يدعم الفريق ويجي معاكم وينزل بالاجتماع مع اللعيبه ومع الكابتن. هل المحمود كابتن محمود الخطيب كان حديثه عباره عن ايه؟ وعايزين نعرف الخطه مش معانا في الجو قد ايه؟ ده مش في الملعب. طب خلاص انت حاجه مش في الملعب خالص. هو بيقول حياتك اتفضل. هو بيقول حياتك مؤتمر على الماتش حياتك ده سؤال بره الماتش ماشي حياتك ممكن تسال سؤال تاني في المباراه؟ يا فندم وده الماتش؟ يعني حياتك طب لسه حياتك مؤتمر على الماتش حياتك فاضي يسال على المباراه؟ ده مش على المباراه؟ بالنسبه للمباراه كان الاهلي متقدم 3-1 و ريلي بوز ليد 3-1 اند جونا كام باك تو ذا سكور اند ايكولايز. هل ده دائما من ونفس السؤال سأل. Okay. He made the same question. Was leading 3-1 after. We didn't have the legs. هو فهم وجاوب عليك. We went tired. بقول لك ما فيش صحة ما فيش جيل خلاص أنا يجي. We don't have the legs. هو فهم إجابة وجاوب عليك. بقول لك مش قادرين لعيبة تعبان. هو سؤال برضه عشان ما سمعش. We want to take a little bit of a step back. Get the energies back. We've got three cups to play for. حاول ناخد نفسنا وحاول نجمع قوانا عندها تات ألقاب الشهر الجاي نلعب عليهم كاس مصر وكاس السوبر الأفريقي والسوبر المحلي. So نادي الأهلي is gonna come back. الأهلي إن شاء الله بإذن الله راجع. Okay, we feel the pain, yes. إحنا حاسين بألم طبعاً طول الدورات. We are human beings. وإحنا طبعاً بني آدمين طبعاً. Okay, but we'll get back. لكن إن شاء الله إحنا راجعين بإذن الله.